السلام عليكم. أول حاجة يعني نشكر قناة شوف تي في على زيارتنا بمقر الجمعية والسعي وراء الحقيقة وتنوير رأي العام. فعلاقة بمجموعة من المقاطع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بأن شاطئ أكادير يعني تتواجد به أسماك قرش، بالإضافة إلى بحيث أن هناك ثلاث مقاطع. المقطع الأول الذي يوضح يعني سائحة تتعرض لعض على مستوى الساق في مشهد مروع الذي يظهر يعني الدماء مجموعة من يعني المناظر يعني المشينة التي تحز في الخاطر والتي يعني تزرع النفوس، تزرع الرعب في نفوس يعني المصطافين. كذلك هناك مقاطع تظهر يعني زعانف لكائنات بحرية. فلنتحدث بالتفصيل عن هذه الأمور، فالمقطع الأول الذي قلنا يعني يظهر سائحة تعرضت لعض على مستوى ساقها، حيث أنه تم الترويج له على أنه أن هذا المقطع يعني بشاطئ أكادير. فمباشرة بعد يعني توصلنا بمجموعة من اتصالات من مجموعة من المواطنين يستفسرون عن الأمر، بحكم أن الجمعية تشتغل في مجال البيئي البحري وتمارس رياضة الغطس والصيد والسباحة ومجموعة من الرياضات المائية ومعروفة على الصعيد الوطني باشتغالها في الميدان البحري. كذلك بعد يعني التحقق والاتصال بمجموعة من شهود العيان الذين يعني كانوا حاضرين في آنذاك أثناء يعني مرور تلك الكائنات البحرية في المقطع الثاني والمقطع الثالث، فبعد التحقق تبين بأن المقطع الأول هو فعلا هو مقطع صحيح، لكن ليس بالمغرب بل بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعني تم الترويج بأن هذا المقطع بشاطئ أكادير. فهذه المقاطع يعني لا تمت لا للمغرب ولا لشاطئ أكادير بصلة. هذا من جهة. كذلك في المقطع الثاني والثالث فهي مجرد يعني أسماك دلافين، بحكم أن يعني الغطاسين الجمعية ونحن يعني كما سبق وقمنا بزويدكم بمقاطع يعني قمنا بالالتقاء بهذه الأنواع من الدلافين بعرض البحر عدة مرات، فهي يعني أسماك دلافين مسالمة ولا تدعو يعني إلى القلق أو الخوف كما يعني ترتب على هذه المقاطع. وعلى إثر ذلك خرجت الجمعية بواحد البلاغ توضيحي لرأي العام، مفاده بأن يعني هذه المقاطع يعني لا تخص شاطئ أكادير. كذلك يعني استنكرنا بشدة ما تقوم بترويجه بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة يعني بهدف رفع عدد المشاهدات واستقطاب يعني القراء والمشاهدين. كذلك يعني ننوه بالمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية وكذلك المجلس الجمعي لأكادير في هذا النطاق، بحيث يعني أن نفقد الأسماك الدلافين يعني شيء طبيعي، بحيث ان دائما ما نشاهد يعني نفوق اسماك الدلافين بالشواطئ فهذا شيء طبيعي، فحتى هي كائنات بحريه ومعرضه للوفاه مثل باقي الكائنات. فعلى إثر ذلك وللتوضيح فقد قامت السلطات المحلية بمعية المجلس الجمعي لأكادير يعني بانتشال يعني جثتين لدلفينين، أحدهما يوم الأربعاء، أحدهما يوم الرابع من يوليوز والثاني من خامس من يوليوز، وقاموا يعني بدفنهم بمطرح تملست. فهذا يعني أمر طبيعي وعادي، ودائما ما نصادف مثل هذه الحالات، فهذا الشيء يعني لا يدعو إلى القلق أو الخوف. فالحمد لله يعني شاطئ أكادير شاطئ آمن ووجهة سياحية دولية وجب المحافظة عليها ويعني التوخي الحذر في نشر مثل هذه الشائعات، فمن شأنها المساس بمجموعة من القطاعات بما فيهم يعني السياحة الداخلية والسياحة الدولية بالإضافة إلى الأمن العام.